أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة ماضية في دعم المزارعين البحرينيين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بما يعزز من تقدم قطاع الزراعة كونه أحد عناصر الأمن الغذائي في المملكة. وشدد الوزير المبارك على أهمية تضافر الجهود لتنمية هذا القطاع بما يخدم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الوزير وعدد من مسؤولي شؤون الزراعة برئيس وأعضاء جمعية البحرين التعاونية الزراعية، حيث أشار الوزير إلى دور الجمعية باعتبارها شريك أساسي مع الوزارة في مبادراتها التي تستهدف صناعة الغذاء في المملكة. وخلال اللقاء تم بحث آلية التواصل وتشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والجمعية لعقد اجتماعات دورية لمناقشة آلية العمل وتقديم الدعم الفني وغيره من مختلف أشكال الدعم للمزارعين البحرينيين.